السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح متجدد مشاهدينا، بتوفيق من الله صباحنا اليوم مليء بالتفاؤل والتشجيع والتحفيز لاستقبال أول يوم دراسي موسم. إن شاء الله بيكون كله جد واجتهاد وعمل إن شاء الله بإذن الله. مع إطلالة صباح جديد من صباحات صباح رباح اللي تزامن مع أول يوم دراسي جديد، بالفعل خلود نستقبله إحنا وطلابنا بحماس وبتفاعل وأمال مبنية على أن الجاي أفضل. أصبح عليكم بالخير مشاهدينا وهنيكم ببداية عام دراسي جديد. علشان كذي حلقتنا اليوم تتماهى مع عودة أبنائنا على مقاعد الدراسة، وبنتكلم فيها عن استعدادات الأسرة وتحضيراتها للعام الدراسي الجديد مع الأستاذة مريم الدوسري، مدربة في التنمية البشرية. وبتكون معنا أيضا فقرة أشغال يدوية مع خديجة الصايغ، وأيضا بنروح مع عيالنا مدرستين بنات وأولاد، وبنعرف الأجواء أول يوم دراسي عندهم. بخصوص التحضيرات، أم تركي شنو التحضيرات عندك في البيت؟ والله تحضيرات البيت نورا على نور، الحمد لله رب العالمين. العيال يعني مروا بمرحلة راحة، مرحلة فيها يعني شوية استرخاء، وفي نفس الوقت سافروا ولعبوا، هيئناهم على أساس أن يدخلون هذه المرحلة الدراسية الجديدة، وأشوفها يعني مرحلة كانت كافية بالفعل وكفيلة أن تعطيهم دافع جديد. طبعا أنا عندي ولدي العود تركي بيروح الصف الثالث، لكن الصغير من الروضة بروح الصف الأول، واليوم المفروض يعني أمانة أنا أكون معاه، ولكن يعني قلت خلني يعني أطلع كذي طريقة جديدة خلود، وأجرب وأحط عيالي يعني في مرحلة تجربة واختبار، وأنا متأكدة أنها راح تنجح. شوفي حتى صوتي ارتعد شوي، لأنه يعني فعلا متأكدة، وبس تخوف الأم أن ولدها في صف الأول الابتدائي اليوم، قد يكونون كثير من أولياء الأمور بعيالهم وداخلين المدرسة. فاليوم حملت مسؤولية لولدي الكبير صف الثالث، لأن هما مع بعض في نفس المدرسة، أنه يتحمل مسؤولية أخوه، والصغير أيضا بعد حملته مسؤولية أنه تنتبه لأن أخوه الكبير معاه بالضبط. فيعني أنا متأكدة يعني أنه إن شاء الله راح يبلون بلاء حسن، وإن شاء الله يرجعون يعني على سلامتهم، واسمع الأخبار الطيبة منهم، وأكيد هناك بعد في مغامرات. غير الوصايا، يعني الوصايا هذه اللي ما بدت يعني في لحظتها ولا من البارحة في الليل، لا، هذه بدت من قبل، بين كل فترة وفترة نصايح كذي جميلة، توجيهات، أنت طلعت من إنجاز، أنت قمت مثلا بمرحلة جدا طيبة وحلوة، شلون بتعوضها في المدرسة، شلون بتسويها في المدرسة. فتعرفين تبتدي مرحلة الخيالات عند العيال، تحسين عالمه أصلا يكبر، فبالتالي بيدخل المدرسة بسوي كذي في المكان الفلاني، بنجح في هذه مثلا الفعاليه، هذا النشاط، وعلى الله التكلان، وان شاء الله يعني نتمنى لهم ان شاء الله يوم سعيد وعام دراسي ان شاء الله ناجح باذن الله. فمن هذا يعني صراحه العام الدراسي اللي كله امنيات طلابنا اليوم مثل ما قلنا على مقاعدهم، وخلود يعني يازينهم بحيويتهم هذه النفسيه اللي يحتفون بها اليوم بعد ما قبل صيف طبعا ممتع وكذي، فنهديهم اطيب التحايا ونتمنى لهم بدايه سعيده. والامنيات اليوم على كل والادعيه على كل في كل القلوب على كل الالسنه، خصوصا الامهات والاباء. عشان كذي خلونا نسمع هذه الامنيات مشاهدينا في كلمات جدا جميله مع محدثتنا المدربه اسماء هاشم معنا على الخط. صباح الخير يا اسماء. صباح النور والسرور استاذه حصه سويدي، شلونك؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ بشرين عنك. الله يسلمك، الحمد لله، وارحب ايضا بالاخت خلود مطر. اي نعم. استاذه اسماء، أمنياتك لهذا العام الدراسي الجديد؟ يمكن خليني أبتدي من شغلك مع تركي، وحملتي مسؤولية ولدك الصغير ورديتينا على سنة 85 وال 82 وما بعد وما قبل. نعم. كنا يمكن في ذاك الوقت بدون صحبة أولياء الأمور، يمكن كنا بروح ناخذنا هالتجارب. صحيح. وهذه من الأمور اللي أكيد جيدة، لأنك كذي سويتي شغلتين، الأولى أنك حفزتي الصغير وحملتي الكبير مسؤولية، وهاي بحد ذاتها أمر يعني جدا طيب. نعم. اليوم طبعا بدأت بشاير الزحمة في الشوارع، خبرت اللي لازم نوصلها في ربع ساعة وصلنا. حلوة أن تقولينها بشاير يعني أخت أسماء، جميل أن تقولينها بشاير. لأن بنعيشها ترى لين آخر السنة، بنسمع كل يوم الناس تقول شوارع زحمة بسبة طلبة المدارس، بسبة المدرسين، بسبة العودة للمدارس. هذه أمور مفترض ناخذها بإيجابية من خلال نقطة واحدة، تنظيم الحياة اليومية. صحيح. مو لازم كلنا نطلع من البيت 6:30، مو كلنا لازم نطلع في نفس الوقت عشان ما تصيدنا الزحمة، قبل بشوي بعدها بشوي.
اتوقع كذي بتنحل المشاكل، خاصه ان خلاص الشوارع جبتوها بنفسكم سكرت وخلاص، يعني متوقعين كذي موضوع الزحمه. صحيح. فامنياتك استاذه اسماء؟ عفوا، امنياتك؟ والله امنياتي ان نبدا وعيننا على النهايه، خاصه بالنسبه لطلبه المراحل العليا شوي، لما نكون صوره ذهنيه لهم ان الموضوع كله من شهر 9 لشهر 6. نعم. يعني تقريبا 9 اشهر، المفترض ان نبدا وعيننا على النهايه، شنو هدفنا في النهايه بعد التسع شهور هذه؟ ما اعيش المشاكل اليوميه، المفترض اني اعمل لها حساب، يعني الاخطاء اللي سويتها السنه اللي طافت وانا طالب في ثاني اعدادي ما اكررها اليوم وانا في ثالث اعدادي. مطلوب من الاهل المشاركه من جميع النواحي، ما اتكلم عن بس المساعده في واجب معين، لا، بس اتكلم عن حتى حضور اجتماع اولياء الامور، لا يصير حضور اولياء الامور فقط لما تصير مشكله، لا. امنياتي ان التواصل الاسري هاي يكون بالفعل مثل ما مخطط له في المدارس، يكون على ارض الواقع. لما تصير فعالية معينة، لما يدعونهم ل يعني اجتماع خاص بمناقشة أمور متعلقة بالطلبة، المشاركة الوالدية هذه تخلي الطالب في وضع مسؤولية وفي وضع مرتاح وسعيد إنه والله أهله معه. موضوع المتابعة أيضا أتوقع وايد مهم، يعني أتوقع من أولياء الأمور إنه يتابعون مؤشرات الخطر عند أبنائهم في سواء على المستوى الأكاديمي، على المستوى الاجتماعي، في علاقاتهم مع بقية الطلبة. عند أبنائنا اليوم نتكلم حق 20-30، حق مرحلة شوي قدام لقطر، كل ولي أمر أتوقع اليوم قاعد يجهز مفاجأة للعالم، لما يهتم في المستوى الدراسي لابنه، لما يهتم في المستوى السلوكي والاجتماعي لابنه داخل المدرسة. انعكاس الصورة أو المرآة الجيدة هذه مثل ما نعرف تعكس تربية والدية جيدة في المنزل. التفاعل هاي أمر جدا مهم، أتوقع إن شاء الله يعني خلال هذا العام يمكن وايد أخطاء صارت السنة اللي طافت، وايد سلبيات مرينا فيها أو صعوبات، خلينا نتكلم عنها إذا أنصح التعبير. هالتحديات اليوم خلاص أولياء الأمور أتوقع اكتفوا منها وعرفوها فهموها. الدور المطلوب اليوم إنه شلون نتجنب اللي ممكن يصير قبل لا يصير، ما نعيش المشكلة هذه مثل ما قلت، لا، نعيش وعيننا على النهاية. ممكن يصير هالشيء، خلاص أبتدي على موضوع الوقاية، عشان بعد موضوع العلاج يمكن ما يكون له وقت. أمنياتي لجميع الطلبة إن شاء الله بعام دراسي موفق، بحياة مرتبة منظمة. أمنياتي لجميع المعلمين والمعلمات بعام دراسي كل نشاط وحماس. بعد وايد مهم جدا المعلم يعرف أن حماس الطالب يأتي من حماس المعلم، إيش كثر الطالب يشعر بأن المعلم متحفز، المعلم مشجع، المعلم مؤثر ملهم، إحنا الطالب يكون له دور أكيد أكبر، لأنه بيحط قدامه نموذج قدوة جديد. هذه أمنياتي للعام دراسي لهذه السنة إن شاء الله، وعسى تكون سنة كذي سعيدة ونسمع أخبار طيبة بإذن الله تعالى على شهر 6 على مستوى الطلبة، على مستوى التغييرات اللي ممكن تصير. كلام جميل، نشكرك المدربة أسماء هاشم، يعطيك العافية. والحين حصة نروح المعارض ولمحبي المعارض. نعم. نروح نشوف معاهم أنشطة الدوحة. يلا. ومن أنشطة الدوحة إلى عناوين الصحف، ونبدأ بالعرب. شندتش العرب خلاص الرئيسية. إيه؟ توجيهات أميرية بتطوير قطاع التعليم.
أكد سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة تطوير القطاع التعليمي وتأكيدات سموه بأن النجاح في التعليم والتنمية يقاس بالمخرجات التي نحصل عليها. أيضا عندنا في العرب 192509 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة اليوم. الأعلى للتعليم يذكر بإجراءات تسجيل وانتقال الطلبة. هاي كانت عناويني للعرب. أنا عندي في الراية خلود في صفحتها الرئيسية خبر يقول لك طرح سندات وصكوك بأربع مليارات. يصدر مصرف قطر المركزي اليوم سندات وصكوك إسلامية حكومية للبنوك الوطنية بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال لمدة 3 سنوات و5 سنوات. وقال البنك المركزي في موقعه على الإنترنت أن السندات التي سيتم إصدارها ستتضمن شرائح لأجل 3 سنوات و5 سنوات لكل من السندات التقليدية والإسلامية، منها 1.5 مليار ريال سندات لمدة 3 سنوات تستحق في 10 سبتمبر 2016. والخبر الثاني عندي أيضا في جريدة الشرق في صفحة محليات يقول اعتماد التربية الفنية كمادة أساسية، تعميم التعليم الإلكتروني في 30 مدرسة. أيضا كشف عدد من مديري المدارس عن توحيد مناهج التعليم بين جميع المدارس المستقلة على مستوى الدولة وإجراء تنقيح لبعض المواد الدراسية بعد رصد كل ملاحظات المعلمين والمديرين الأكاديميين. وطبعا الخبر يتكلم هنا بعد عن التربية الفنية وباقي الأخبار الجديدة اللي نزلت على هذا المستوى. ايش عندك بعد؟ في الشرق شفت في الصفحة الرئيسية عندنا متحف اللؤلؤ ومحلات للحرف في مدينة الوكرة القديمة وخطط لإقامة منشآت ومتاحف أخرى خلال السنوات القادمة. حلو. هاي كان في الشرق. وعندنا بعد في الشرق الرياضية منتخبنا للطاولة يحصد الميدالية الذهبية الأولى في الخليجية. أقرأ لك جزء من الخبر. أيوة. نجح منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في انتزاع الذهب في البطولة الخليجية 16 للمنتخبات الخليجية لكرة الطاولة والتي تقام في مدينة جدة خلال الفترة ما بين 7 و13 سبتمبر. وأيضا عندنا في بطولة غرب آسيا للمبارزة منتخبنا الوطني ينتزع الذهبية. حلو. استطاع منتخبنا الوطني للمبارزة أن يحصد الميدالية الذهبية ميدالية ذهبية جديدة في بطولة غرب آسيا عمومي للمبارزة بالسيف والمقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان. وكانت عندنا لاعبة فاطمة ضاحي هي اللي خذت الميدالية وهدتها لمنتخبنا. طبعا كانت من أهم الميداليات التي حصدها في طبعا احنا مبارك حق فاطمة ضاحي ويعطيها العافية ومنها للأعلى. عندي أنا حين خلود في الوطن في صفحتها أيضا الرئيسية الهيكل التنظيمي والإداري للوزارات قريبا. انتهت الجهات التنفيذية من إعداد الهيكل التنظيمي الإداري للوزارات الخمس الجديدة، كل وزارة على حدة وهي العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط التنموي والإحصاء والمواصلات. ومن المتوقع كما ذكرت مصادر صدور القرار الخاص بالهيكل التنظيمي خلال الفترة القريبة إن شاء الله المقبلة. وعندي خبر ثاني، هذا الخبر أيضا في الوطن يقول لك مستشفى لعلاج إدمان الإنترنت افتتح قسم علاجي فريد من نوعه أبوابه أمس للمرة الأولى في الولايات المتحدة وعلى الأرجح في العالم، ويختص القسم بعلاج إدمان الإنترنت. يبين لك هني أن يعني هذا القسم عشان يفتتحونه خذوا 20 سنة، تخيلي 20 سنة علشان بس يفتتحونه. وأن طريقة العلاج تستوجب وجود 4 مرضى، 10 أيام يعني يستغرق العلاج، يتم في 3 الأيام الأولى التخلص من السموم الرقمية، وبعدها يخصص طبعا للحصص النفسية. وبالفعل يعني خلود احنا قاعدين نعاني من سالفة الانترنت والإدمان على الانترنت. لو تلاحظين
انه يعني اذا ما كان مثلا على جهاز كمبيوتر الحين خلاص في المتناول تلفون. من صغير الى كبير للاجهزه هذه الهواتف نقول احنا الذكيه. وهذه العياده وان كانت جديده بس قاعد تنتشر يعني عيادات اخرى ومصحات اخرى بطريقه اخرى، يعني يمكن تختلف اليات التطبيق. فمثلا عندك في اليابان، يقول لك نفس الشيء معسكرات ترفيه ورياضه، بس شنو مخيم ما فيه انترنت، ممنوع التلفونات، ممنوع، وخصوصا شنو التلفونات اللي هي نقول اللي فيها الالعاب اللي بيلعبون فيها يعني وكذي. لانه يقول لك اكتشفوا طبيا ان الالياف ولا الخلايا البيضاء او الالياف اللي موجوده في المخ، الالياف البيضاء اللي موجوده في المخ والمسؤوله عن العاطفه، المسؤوله عن الانتباه، المسؤوله عن اتخاذ القرار تضعف بين كل فتره وفتره. فشافوا محصلات الطلاب فعلا باديه تضعف، يعني لما عملوا هذه الدراسات لقوهم اكثر الطلاب اللي شنهوا مع الالعاب. وغير كذي تحد من حياتهم الاجتماعيه، ما في، خلاص بقعد معاك بس كل واحد جسد، لكن كل واحد بتلفونه، كل واحد بلعبته، كل واحد بكذا. وعندنا هنا مركز تاهيل الاجتماعي العوين ايضا قام بدراسه، هذه الدراسه بعد يعني لها كتاب مطبوع وعن على الانترنت، وفيها يعني عينات، يعني العينات اثبتت ايضا ان هناك في نسبه ادمان على الانترنت بين العاملين وغير العاملين وايضا المتقاعدين، والنسب يعني موجوده في هذا الكتاب، الكل يعني ممكن فعلا يروح ويطلع عليها ويستفيد. نعم. عندنا مقال اليوم للكاتب حسن الساعي، شو يقول؟ بجريده العرب. مقال العنوان كان نعود بجد واجتهاد. اسعد الله صباحك يا وطني العزيز، صباح الهمه والنشاط والعطاء، صباح الطالب النشيط العائد من اجازه الصيف، صباح التربيه والتعليم والتطوير والتجديد، صباح الابتسامة المرسومة على محيا كل طالب وطالبة اليوم. إنها سنة دراسية جديدة تنطلق اليوم عزيز الطالب، ويضيف إنها سنة دراسية مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل بين الطالب والمعلم، سنة دراسية مبنية على الاحترام والتقدير بين المدير والمعلم، سنة دراسية مبنية على الاحترام والتقدير بين ولي الأمر والمدرسة. نعم، إنه المحور الرباعي للعملية التعليمية في أي مكان في العالم، الطالب، المعلم، المدير وولي الأمر، فلكل منهم دور انفرادي ومزدوج في حياة الطالب، لا انفصال بينهم مهما كانت الظروف. لذلك حرصت المدارس على علاقة طيبة تجمع المحاور الأربعة من أجل مستقبل واعد لطلابنا. ويختم مقاله يقول انطلق العام الدراسي اليوم بالنسبة للطالب وولي أمره، انطلق العام الدراسي وينتظر منك الانطلاق معه، فلا تتراجع وكن على قدر المسؤولية ولا تعود لتعود بجد واجتهاد وحرص وتفاني. جميل، حلو أن يعني أن كلمة المحاور الأربعة اللي ذكرها اللي هي الطالب والمعلم والمدير وأولياء الأمور. ولو لاحظت يعني أستاذة أسماء لما تكلمت ذكرت أن فعلا يعني هذا التواصل يعني بين المحاور الأربعة، يعني أنا قاعدة أربط مقال الكاتب بما يعني ذكرته بعد أستاذة أسماء، أنه يعني الحين يتم التعديل، يتم التطوير، يتم التجديد بين هذه المحاور لو اتحدت يعني بالفعل كلها، بالإضافة أنا أزيد عليها محور يعني خامس يسمح لي يعني أستاذي حسن ساعي، أن هذا المحور اللي هو المادة نفسها اللي راح يدرسها الطالب، أنك تملوا يعني إن شاء الله وبإذن الله يعني راح يعني يرتقون بالمستوى ويصلون الى يعني الاعالي باذن الله. باذن الله. والحين خلود عندنا فاصل، من بعده بنستقبل السيده مريم الدوسري وبنتكلم عن عوده الطلاب والطالبات الى المدارس، تابعونا مشاهدينا.
قبيل العام الدراسي الجديد تكون الاستعدادات العائلية مليئة بالحيوية والنشاط تحضيرا للمرحلة الجديدة للعائلة كلها، فمن مرحلة الروضة مرورا بمرحلة المدرسة ووصولا للمرحلة الجامعية في كل بيت من بيوتنا في طلاب تتفاوت أعمارهم ومراحلهم الدراسية والأكاديمية يستعدون لعام دراسي جديد. طبعا كيف يجب أن تكون هذه الاستعدادات وشلون يمكن التحضير للعام الدراسي الجديد بأفضل طريقة ممكنة؟ موضوعنا لهذا اليوم اللي بنتكلم فيه مع الأستاذة مريم الدوسري مدربة تنمية بشرية. يا هلا مرحبا فيك أستاذة. يا هلا فيكم. مرحبا. ويا هلا مرحبا فيك بعد في استوديونا الجديد على الموسم الجديد، وإن شاء الله عجبت. مبروك عليكم، إن شاء الله فعلا منور واللون جدا جميل ورائع ويثير التفاؤل، وإن شاء الله تكون حياتنا كلها تفاؤل إن شاء الله بوجودكم ووجود الجميع. الله يسلمك أستاذة. كيف تجري الاستعدادات العائلية للعام الدراسي الجديد؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هي فرصة نهنئ كل مشاهدينا بهذا العام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يكون بداية خير للجميع، وإن شاء الله يكون عام نجاح وفلاح للجميع. طبعا الاستعدادات كما هو يعني اللاحظة أن التركيز دائما يكون على الاستعدادات المادية، وهذا شيء ضروري جدا وأساسي في بداية العام الدراسي الجديد، لكن الأهم أن احنا ما نغفل الاستعدادات الثانية، هي الاستعداد التهيئة النفسية والاستعداد التربوي والنفسي. ويمكن البعض من المشاهدين لما يسمع استعداد تربوي نفسي يقول هل هناك فرق فعلا بينهم؟ هو فعلا في فرق، لكن الاستعدادات يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، ليس على مستوى الطالب فقط بل على مستوى الوالدين والأسرة والمجتمع ككل. والحمد لله فضل رب العالمين، أنا لاحظت من أسبوع تقريبا الاستعدادات المجتمع القطري والعالم عموما متهيئ لهذه المرحلة، وهي مرحلة حاسمة، فالكل مستعد. المقالات تتحدث، البرامج تتحدث، يعني البرامج الإذاعية، كل شيء يتحدث عن هذا، لأن فعلا الحدث ليس حدث سهل بل هو مرحلة انتقالية جديدة، مثل ما قلتي حضرتك أن جميع الأعمار وجميع المراحل وكلها مرتبطة بالأسرة. أكيد صحيح. أستاذة، شو تشوفين المشاكل اللي تواجه الطلاب في في البداية، يعني من عقب الإجازة؟ نعم. والنوم نعم بصراحة يعني أنا من يومين استقبلت اتصالات من أولياء الأمور، خاصة الأمهات، يعني لين البارحة اتصالات أن عيالنا لحد الحين ما انتظموا في النوم. نعم. هاي المشكلة الرئيسية والأساسية، وهي مشكلة ليست سهلة. إذا كان فعلا الطفل أو الطالب الجامعي أي كان الإنسان الطبيعي إذا لم يأخذ حاجته من النوم، أكيد راح يستقبل اليوم الثاني باضطراب أو بتوتر. لذلك فنحمل المسؤولية الأولى بدرجة الأولى للأسرة، للوالدين، إن المفترض مش من اليوم أو من أمس، لا المفترض هذا الأمر يكون قبل بشهر أو أسبوعين أقل تقدير، إن يكون يعني عقد اللقاء الأسري أو الحوار الأسري الأسبوعي، إن خلاص يكون اتفقنا مع كل أفراد الأسرة، جلسنا جلسة مريحة ومنطقية وجلسة حوار مع عيالنا قبل بوقت، نقول يا جماعة يا عيالنا يا حبايبنا ترى المرحلة الجاية، ونكون إحنا متفائلين ومسرورين وإحنا نتكلم عن هالحدث. يعني للأسف أسمع تعليقات من بعض الأمهات وبعض الأباء، يعني تخيلين، معلش أنا راح أستخدم أسلوبنا العام اللي يستخدم الدارج، فتخيلين فترة أسمع الأم تهدد في السيارة وفي الطيارة اللي إحنا راجعين في السفر، تهدد وتوعد تقول بكرة براويكم لا قمتوا للصبح للمدرسة، وبكرة راح تشوفوش بيصير. هذه أي نفسية؟ يعني أي نفسية، معناها يعني فيها مزاح فيها. لكن ليس هذا الوقت المناسب ولا ليس هذا الأسلوب المناسب. كنت أتمنى تقول بعد ما سافرنا، بعد ما رجعنا إحنا مبسوطين، إن شاء الله راح تتغير حياتنا ونرجع صحبة جميلة، نرجع للمدرسة الحلوة، نرجع لأصدقائنا، ومشتاقين جدا لأصدقائنا الحلوين اللي راح نشوفهم إن شاء الله في المدرسة، وربعنا وحبايبنا إن شاء الله. لو إحنا غيرنا بس في الأسلوب وفي الطريقة، ما راح ينشحن الطالب سلبيا أيا كان عمره صراحة. راح ينشحن سلبيا تجاه هذه المرحلة، مع أنها جدا مرحلة جميلة ورائعة، وكلنا مسرورين اليوم ترى. نعم. يعني كلنا سعداء، كنا عيد اليوم، احتفال في الدولة، احتفال وطني. صحيح. كل العالم متهيئة ومستقبلة طلابنا بكل أريحية. أكيد. فأنا أتمنى فعلا، يعني أصعب مشكلة كانوا يواجهون هي النوم، لكن هناك مشاكل أخرى بالتأكيد، هناك مشاكل أو نقول صعوبات تتواجهنا، وهي طبيعية جدا، ولازم كل أم وأب يكونوا مستعدين قبل بفترة. إذا ما استعدينا إحنا وغيرنا أنفسنا، كيف نقدر ننقل هذا التأثير الإيجابي لأولادنا؟ طيب أستاذ، إحنا راح ندخل زيادة يعني في هذه التفاصيل، عندنا نقل مباشر بخصوص بعد أيضا عودة طلابنا لمدارسهم. عندنا زميلتنا ليلى موجودة الآن في تعيش هذه الأجواء طبعا، موجودة في مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات. صباح الخير يا نيلة.
صباح النور حصة، وصباح على جميع المتواجدين في الاستديو وعلى جميع مشاهدين الصباح رباح. أنا اليوم معاكم في بداية عام جديد وعام دراسي موفق للجميع من مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات. طبعا الحين بداية عام دراسي جديد، ونفس ما تعرفون أن كل مرحلة يتنقلون فيها طلابنا وطالباتنا، اليوم يعني بدأوا الصف الأول الابتدائي أنهم يعيشون جو المدرسة بعد ما عاشوا جو الروضة والحضانة، ادخلوا إلى جو المدرسة. وناس ما تشوفون يعني مشاهدينا أن قاعدين يوزعون الهدايا على الطالبات يحفزونهم ويشجعونهم. الحين معي طالبتين راح نكلمهم ونشوفهم بشنو مشاركين في هاي المدرسة وحق الطالبات. صباح الخير. صباح النور. ممكن تعرفينا باسمك؟ نجود الكباسي. نجود أي صف؟ خامس بي. نجود، انت شاركتي مع المدرسات عشان ترحبين في طالباتكم الجداد الصف الاول ابتدائي؟ لا ما شاركتي. اذا شو تقول حق طالبات الصف الاول ابتدائي؟ ولا ما تقولين لهم الله يوفقهم ان شاء الله، وانت راح تشجعينهم بعد عشان يستمرون، خصوصا هم توهم الحين في مرحله اولى. اي صح. شنو حابه تقولين بعد حق المشاهدين؟ أقول لهم اللي توا بادي المدارس صف أول ابتدائي الله يوفقهم إن شاء الله وينجحون إن شاء الله. وبعد نتعرف على أحد الطالبات. صباح الخير. صباح النور. ممكن تعرفينا باسمك؟ لولو عبد العزيز الأنصاري. لولو أي صف؟ رابع. لولو أنت شاركتي مع المدرسات في نشاط حق طالبات صف أول؟ لا. إذن شنو تقولين حق طالبات صف أول خصوصا هم توهم الحين بداية مرحلة؟ يعني الله يوفقهم ويجيب لهم الدرجات العالية وكل شيء يحصل. تحبين المدرسة؟ إيه. وأي مادة تحبين؟ الماث، الرياضيات. ليش تحبين الرياضيات؟ لأنه أنا يمكن أذكى شوي وأحب أن أمارس الرياضيات عشان أعرف أحسن وأحسن. يلا يعطيك العافية وأتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح. مشاهدينا يعني نفس ما شفتوا حماس الطالبات خصوصا طالبات صف أول ابتدائي وتشجيع المدرسات وتشجيع إدارة المدرسة على حضورهم واهتمامهم في خصوصا بداية العام الدراسي وبداية سنة جديدة. أتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح. هاي كان كل اللي عندي في مدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات. أرجع لكم بنات في الاستديو. يعطيك العافية يا نيلة، ونتمنى لهم فعلا التوفيق في هذا اليوم يعني الدراسي الأول ومنها إن شاء الله لين آخر العام بإذن الله. فيعني أستاذة يعني مثل ما أنت ملاحظة فرحة أن يعني أن الطلاب مقبلين على يعني حياة دراسية أكاديمية جديدة والله يوفقهم. مثل ما ذكرتي في البداية في ناس تحضروا يعني أو حضروا عيالهم بشكل يعني جدا نفسي وجميل، وفي ناس يعني ممكن يعني فاتهم شوي يعني جزء من هذا التحضير، فكيف يجب يعني فعلا تهيئة الطالب لهذا الموضوع وشون تتم عملية التحضير بشكل سليم؟ طبعا تهيئة الطالب هي تختلف بحسب الأعمار، يعني حتى الجهد اللي من الوالدين اللي بيقدمونه لهذا الطالب يعتمد على المرحلة، وأكثر المراحل اللي تواجهون الآباء في التعامل في الصعوبة يعني صعوبة التعامل هي المرحلة الانتقالية صف الأول الابتدائي والروضة خاصة، لأن الأول الابتدائي والروضة يمرون بحالة نفسية معروفة جدا في علم النفس هي قلق الانفصال. الانفصال عن حضن الأم، انفصال عن حضن الأسرة، فالروضة هي مرحلة تمهيدية بالتأكيد لهذا الانفصال التدريجي للانتقال إلى عالم المدرسة. يعني أنا أتوقع الجيل هذا محظوظ، الجيل محظوظ جدا. ليش؟ لأن تقريبا يقضي ممكن 3 سنوات في مرحلة الحضانة، فيجي متهيئ نفسيا ومهاريا ومعنويا متهيئ لانتقال لصف الأول ابتدائي، رغم أنه يعلم ويدرك في قرارة نفسه أن هذه المرحلة مختلفة قليلا وفيها جد أكثر وفيها يعني الاعتماد على القانون أو الالتزام بالقوانين بيكون أكثر. لكن هنا مثل ما نقول نرجع للوالدين، هل الوالدين تهيئوا لهذه المرحلة اللي هي أنا أعتبرها من أصعب المراحل والصعوبات واللي تجي عليها أسئلة كثيرة من أولياء الأمور واستفسارات؟ مرحلة أن ولدي لما راح المدرسة أو بنتي راحت مدرسة يومين رجع انتكس مرة ثانية ورجعت لحالة البكاء الهستيري ورجع مرة ثانية انتكس وأنه انقطع عن المدرسة أو ما يحب يروح المدرسة. توقعت من إيش؟ يكون فعلا هني أنا بأطلب من الوالدين يكونوا يتحلون بالصبر
وهي طبيعيه جدا. طبيعي جدا ممكن يتوقعون عقب ما يكون متحمس في البدايه، عقب ما يكون متحمس وفرحان ورايح ممكن تحدث انتكاسه بسيطه ومؤقته، وانا اركز انها بتكون بسيطه. من اللي بيعقدها؟ للاسف يا يعقدها ولي الامر اذا ما كان مدرك او ما عنده صبر طولة البال، او يعني للاسف اسمحوا لي، البعض من العاملين في المدرسه قد لا يتصرفون تصرف ايجابي او تربوي مدروس مع هذا الطفل. ولذلك هاي فرصه كبيره في هذا المكان وهذه هذا اللقاء احنا نركز على ان الاستعداد للمدرسه يجب ان يكون من كل الاطراف المتعاونه في هذا المجال، سواء من يعني اتمنى من الاداري، الحارس، العاملة، الموظفة، العاملة اللي حتى تشرف في الباص، يكون عندها تهيئة ولو ورشة صغيرة تربوية لمدة 2-3 أيام، تعطى تعليمات من إدارة أو صاحبة الترخيص لهؤلاء لأول بشر ممكن يستقبلهم الطفل في دخول المدرسة. ممكن ترى الطفل هذا الصغير، لا نستهين بالموضوع، ممكن يستقبل الحارس عند الباب، ممكن يستقبل العاملة في الباص، ممكن يستقبلها أيضا عند باب المدرسة قبل ما يشوف المدرس، قبل ما يشوف المدير. فهنا هالمرحلة الاستقبال قد تكون خطيرة، قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. الكل المفروض يكون مهيئ. الكل يكون مهيئ، وعلى إدارة المدارس أن تهيئ أيضا يعني فريق العمل عندها كله قبل بأسبوع، قبل دوام المدارس أو قبلها بيومين على الأقل، تكون سويت لهم اجتماع رسمي، وليس للمدرسات فقط. وأنا أؤكد دائما على أصحاب التراخيص ومديرات المدارس، ليس المعنيين فقط المدرس، المدرسات، الحارس، العاملات، طلاب الصفوف الكبرى. طلاب يعني الصفوف الكبرى، وهي عجبتني فكرة أن في حد يستقبل طفل صغير. وأحب أن يكون مجموعة من الطالبات الأكبر سنًا. وأيضا لو إن شاء الله هالفكرة أطرحها الآن وممكن تنفذ، أن مجموعة من أولياء الأمور المتطوعين. مجموعة من أولياء الأمور المتطوعين، عدد مدروس وعدد منتقى من ضمن أولياء الأمور، ما تكون الأمور ما تكون الأمور مدروسة مخططة مسبقا، ويكون في اتصال هاتفي بين الإدارة وبين هؤلاء الأمهات. إنكم عندكم مهام وإبداعاتكم، أفكاركم يا أمهات، شلون تقدرون تساعدونا في استقبال هؤلاء الأطفال أو أي مرحلة كانت. ممكن كل واحد بإبداعاته بفكرة كمتطوع مبادر بهذه الفكرة، أو الإدارة نوع من الشراكة بينها وبين الأسرة، نقدر نحتوي الطفل الصغير اللي داخل في هذا العالم. وعلى فكرة لازم نراعي الفروق الفردية، وأنا أوصي أولياء الأمور ما يقارنون طفل بطفل سابق. يقول أخوك لما دخل ويكرر عليه هذا الموضوع، هاي جدا يسبب محنة نفسية للطفل، وممكن يزيد في العناد. ففرصة اللي كل الآباء اللي يعانون الآن من دخول أبنائهم المدرسة، يمكن في البداية فرحانين ومبسوطين، فنتمنى يعطونهم مزيد من الوقت، مزيد من الصبر. والوقت اللي أقصده وقت الحوار، يعني الطفل لما يرجع ترى مشحون بالخواطر، مشحون بالمشاعر، لازم تعرف، لازم نقعد معاه شوية. صحيح أول يوم بتي الأم والأب تعبانين من الدوام، والولد تعبان من الدوام ومرهق نفسيا وجسديا من هذا الشيء، لأنه بيكون مشحون بانفعالات كثيرة ومشاعر إيجابية قد تكون سلبية. وأنا متفائلة خير أنها بتكون إن شاء الله إيجابية، لأن العالم وصل لمرحلة من الوعي والرقي إنه يتعامل مع هذه المرحلة. لكن ما يمنع من الأشياء البسيطة التي قد تدخل إلى نفس الطفل. فإحنا شلون بنعرف يا جماعة إذا ما عطينا فرصة الساعة مثلا، لنفترض أنهم وصلوا الظهر وتغدوا الأهل والأم مش موجودة والأب مش موجود، لازم نعوض هذه المرحلة، الفترة المفقودة. صح. العصر أستاذة، بس نقعد. حبيت أسألك عن موضوع ثاني. مثلا أول أسبوع هل تفضلين ان احنا نعطيهم على طول يبدون معاهم دروس، يعني من نوع ان مثلا يبدونها اول شيء معاهم مرح وان يحببونهم في الشغله، ان هل تفضلين ان في البدايه يعطونهم دروس في خلال اول اسبوع، ومتى الفتره المفضله يعني تكون؟ هو عموما يختلف باختلاف العمر. لما يكونوا في مرحله الروضه والصف الاول ابتدائي، انا افضل دائما ما يدخلون على الدراسه على طول، على الاقل لمده 2-3 أيام في البدايه. وأتوقع من المدرسات في هذا الزمن، عصر يعني التعليم يعني تعرفين تعليمنا وصل مرحلة متقدمة جدا، أتوقع أن عندهم من الأساليب والأفكار اللي يقدرون يدخلون التعليم بطريقة سلسة ومتدرجة على الأطفال. لكن طالب لما يدخل المرحلة الإعدادية أو الثانوية، أتصور أنه داخل مرحلة جادة وحاسمة، يعني مجال النوم واللعب والعدم يعني عدم وجود قانون في فترة الإجازة خلاص انتهى. الآن أنا دخلت وأنا كبير وواعي لهذه المرحلة. ممكن أول يوم يكون مرحلة دراسة، مرحلة تعارف، استلام كتب، معرفة الفصول، معرفة وين مكاني بالضبط. اليوم الثاني ممكن يدخل الأستاذ ويعرف بنفسه، وهذا جدا مهم لكل أستاذ أو أستاذة، إن لما يدخل الصف ما ينسى مسألة التعريف بالذات، التعريف بشخصيتي أنا من، وحتى لو اضطر للجانب الشخصي من حياته.
يعني للأسف البعض يدخل ممكن يلقي السلام في البداية على الأطفال أو الطلاب سواء في مرحلة إعدادية أو ثانوية، على فكرة لا يستهنون بأول إعدادي ولا بأول ثانوي ولا بأي مرحلة، لأن الانطباع الأول الانطباع الأول من أول يبني عليه وايد أشياء. ونصيحة لكل معلم يحرص على صورته ويحرص على العلاقة اللي بينه وبين بين الطالب، إن أول ما يدخل يعرف بنفسه وبعد أسبوع يعيد التعريف بنفسه مرة أخرى لمن لم يلتحق في هذه الفترة، لأن بعض قد يكون متأخر لسبب ما، فيعيد التعريف بنفسه مرة أخرى بطريقة لبقة بطريقة سلسة، يكسر الحاجز، يكسر الحاجز وليس بطريقة رسمية، بطريقة مرحة قد يكون عن طريق نشاط اللعب حر هو بإبداعاته من خلال هذه الشخصية إذا ظهرت. يعني تخيلي أنت داخلة وضيف داخل عليك أو أنت رايحة زيارة لأي مكان وما حد عرف بك ولا أنت تعرفت على الآخرين وقعدنا كلنا صامتين وساكتين ننتظر المجهول أو ننتظر الشخص الغامض اللي داخل علينا، وحشة تصير وحشة بتكون. فما بالكم بالطالب اللي بيعيش مع المدرس فصل دراسي كامل أو فصلين دراسيين كاملين. صحيح أستاذة. أيضا يعني من ضمن الترتيبات أو الاستعدادات والتحضيرات لو بنرجع شوي على مستوى الأسرة، ساعات النوم. فهني شلون تقوم الأسرة من الآن أو من اليوم بترتيب ساعات النوم، لأن اليوم فرصة إن الحين لما يرجعون البيت أبتدي يعني أسلك معاهم يعني سلك فعلاً سليم. مثل ما قلت أستاذة حصة فرصة اليوم، ليش؟ لأن الطالب قام قد يكون البعض منتظم قد يكون البعض غير منتظم بالنوم يكون مرهق، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى يحمل هؤلاء الأطفال وطلابنا، يعني إحنا نقلق عليهم كآباء لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يلهمهم من القدرات النفسية والطاقة الجسدية ما شاء الله وبنشاطهم إنهم يتحملون هذا اليوم ويرجعون سعداء إن شاء الله. بس أتمنى حد يستمع لهم، من خلال الاستماع لهم نعقد جلسة حوارية تقييمية لهذا اليوم، يعني بسيطة جدا، هي مجرد حوار إيش اللي واجه الطالب في هذا اليوم، إن شاء الله بكرة بيكون أحسن. صح. كيف يكون أحسن؟ لازم يكون في شيء منهجية، عندي خطة شلون تكون أحسن، إيش رأيكم اليوم، أنت أي وقت يناسبكم ترجعون للنوم؟ ترى كل واحد ممكن يقدم مقترح، يقول الساعة 8 ممكن يقول الساعة 9 ممكن يقول الساعة 10، بس يجتمعون على حل وسط. بالضبط. وتفهم الأم والأب، يفهم الولد الطفل قد يحاجج، قد يقول ليش اللي في الثانوية أو اختي في الجامعة ترقد على كيفها، ليش لازم أشرح ليش. نوضح، لما نضع أي قانون لو كان بسيط يا جماعة لازم نوضح ليش هذا القانون وبكل هدوء نتقبل الطفل. أول يوم يمكن يأخذ من وقتنا شوي، ثاني يوم ممكن يأخذ من وقتنا شوي، تأكدوا إن خلال الفصل الدراسي راح يخف العبء تدريجيا وتصير حياة منظمة جدا. وتخيلوا تأثير النوم على الطفل، يعني أنا أنبه لهذا الشيء، ما يسمح للطفل يتمادى في تأخير ساعات النوم. لازم يكون محدد فرق نص ساعة أو ساعة إلا ربع ما في مشكلة، لكن لو تمادى في ذلك لازم بيأثر كثير، بيأثر كثير في نظامه في ترتيب الحقيبته. وبعدين في نقطة مهمة أنا أواجهها شخصيا حتى مع بنتي الصغيرة، مع أنها تعدت مرحلة الابتدائية بس نواجهها دائما، أنها تؤجل بعض الأشياء مثل تنظيم الحقيبة في آخر لحظة قبل النوم، وهذه مشكلة كبيرة واجهناها كلنا. فلازم يكون تنظيم الحقيبة من بداية المساء، يعني العصر أو المغرب. ليش؟ لأن الطفل قد يتذكر شيء، قد يتذكر أدام الأدوات، قد يتذكر وصية وسط المعلمة أو المعلم، فيكون عنده الوقت. فتخيل بعض الأمهات مساكين يطلعون الساعة 10 بالليل المكاتب يدورون المكاتب شبه مغلقة. صحيح. صحيح. فلا نضع أنفسنا ولا نضع الطفل، وندرب أطفالنا على سلوكيات إيجابية، إنك أنت لما تكون منظم بتكون مرتاح، لما تكون إنسان منظم ونظيف في حقيبتك في سلوكك في أخلاقك في قيمك بتكون مرتاح. وكل ما يتعب الطفل وتواجه مشكلة في المدرسة نذكره إيش اللي قصرت فيه، يمكن أنا مقصرة كأم بعد، ترى ممكن يوجهني الطفل أو الطفلة. صحيح. أو البنت لنقطة أنا مقصرة فيها. فكلنا لازم مثل ما سمعت الآن من خلال اللقاءات، وأتوقع الأستاذة اسمها هاشم كانت تتكلم بالضبط، تقول لازم يكون في تواصل مستمر على مستوى الأسرة داخل الأسرة وبين الأسرة والمدرسة. ويا جماعة ترى مسألة التواصل الأسرة مع المدرسة طول العام، مش أول يوم ولا أول يومين ولا أول أسبوع. أكيد أستاذة، مثل ما ذكرتي ومثل ما ذكرنا خلود أيضا في مقالنا اليوم، أن هذه المحاور الأربعة، المعلم والطالب والمدير وولي الأمر، هذه المسؤولية موجودة، وإذا تابعوها بيكتشفون أشياء جميلة في حياة أبنائهم. أكيد. يعطيك العافية أستاذة مريم. شكرا لكم، يعطيك العافية، مشكورة، جزاكم الله خير، الله يسلمك. وإن شاء الله الحين مشاهدينا نروح فاصل وبعده نطلع لعند زميلنا عبد الرحمن المري ونشوف أي مدرسة هو موجود حاليا، وأيضا عندنا فقرة الأشغال اليدوية اللي محضرة لنا بخصوص تقديم ستاند الكب كيك. تابعونا.
رجعنا لكم مشاهدينا، ومثل ما قلت لكم قبل الفاصل الأجواء عن أجواء اليوم صباح اليوم إنها هي مميزة في جميع مدارسنا اليوم، وطلابنا سعيدين بالعودة لملاقاة زملائهم. معنا زميلنا عبد الرحمن المري الموجود بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين. صباح الخير عبد الرحمن. يا مرحبا يا حصة، صباح النور، ونصبح على الأخت خلود، ونصبح على السادة المشاهدين في أول يوم دراسي لعام 2013-2014، وحاليا موجود في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية للبنين، اللي يقدمون أول يوم للتعارف للصف السابع، حاليا في القاعة المتواجدين خلفي لو تشوفون. هذا اليوم النشاط ويوم الحيوية لبداية هذا العام الدراسي. أنا ما أحب أطول عليكم، عندنا مفاجآت إن شاء الله وراح أرويكم إياها. أول شيء في البداية بيكون معنا الضيف السيد محمد عبد الله المراغي، صاحب ترخيص ومدير مجمع عمر بن الخطاب، اللي بيحدثنا عن أول يوم دراسي وعن الفعاليات المتواجدة للطلاب. أولاً نصبح عليكم الخير ونقول لك نقدر نقول كل عام وانتم بخير بالنسبة للعام الدراسي الجديد وانطلاق العام الدراسي الجديد، وتحدثنا عن أهم الفعاليات اللي في بداية هذا العام. في البداية صبحك الله بالنور والسرور، وصبح على جميع المشاهدين وعلى جميع الأخوة في قناة الريان. طبعاً تقدر تقول كل عام دراسي جديد وإحنا بخير، وطلابنا بخير، ومعلمينا بخير، وأولياء أمورهم بخير. نتمنى من الله ونسأل الله التوفيق في هذا العام الدراسي، وأنه يكون عام موفق للجميع، أولياء أمور وطلاب ومعلمين والمجتمع القطري كله بإذن الله. بإذن الله. لو تحدثنا بداية عن كيف حضرتوا، كيف شفتوا الأجواء؟ يعني ما شاء الله حضور الطلاب الموجودين، يعني حتى انهم جايين متحمسين، يعني وانتم ما شاء الله يعني ترتيب مرتبين لهم حتى من بدايه المدخل الى اللوحات الموجوده. يعني انا ما شاء الله شفت المدرسه كامله، يعني ترحيب ودي لبدايه هذا العام. ولا يهمك. في البدايه طبعا يعني توضيح سريع حق مجمع عمر بن الخطاب، عباره عن 5 مباني من الروضه الى الثالث اللي هي الثانويه. احنا حاليا في المرحله الاعداديه، الحفل او البرنامج اللي تشوفونه هو استقبال طلاب الاول اعدادي اللي جايين، او طلاب السابع اللي جايين من السادس، اللي هم من المبنى المختلف عن هذا المبنى. احنا نحتسب نفسنا دائما ان شاء الله على استعداد تام. النقاط اللي تشوفها نقاط تنظيميه على اساس الاخراج يكون بطريقه منظمه باذن الله تعالى. طبعا هذا مش شغل شخص ولا شخصين، هذه لجان تشكلت مش من الان، مع نهايه العام المنصرم لجان خدمات، لجان التغذية، لجان المناهج، لجان شكلت لسد شواغر المعلمين. يعني هي خلية متكاملة مش بشخص واحد، بمجموعة لجان يرأسونها قيادات في المجمع. نسأل الله أنه يوفقنا وأن يكون اختيارنا صحيح، وأن يكون عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة، وعند حسن ظن المجتمع القطري، وعند حسن ظن وزارتنا وزارة التربية والتعليم. أنا أشوف الحين مثل ما أشوف وراي ما شاء الله، يعني البالونات اللي تنزل والنفخات تنزل في بداية العام، نقدر نقول لها انطلاقة. انطلاقة بإذن الله تعالى، ويا رب تكون انطلاقة موفقة، وهذيل إن شاء الله اللي راح هم اللي راح ينفذون قطار 2030 باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. انا برجع لك استاذ محمد بس باخذ لقاء شوي مع الطلاب. اول شيء نصبح عليك بالخير. صباح النور. شو اسمك؟ عبد العزيز علي المري. ونعم يا عبد العزيز، كيف شفت اول يوم دراسه اول ما جيت؟ والله العظيم فاجانا المدرسين ب سووا لنا حفل او تكريم او شيء، جزاهم الله خير. سويت المسابقه؟ انا قبل شيء شفت المسابقه واعطوك ظرف. ايش عطوا؟ ظرف فيه جائزه. هذا جاهز المسابقات اللي قبل شيء، يعني استانست في المسابقه وجاهز يعني السنه هذه جاهز ان شاء الله تبيض الوجه في الدراسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. وناخذ بعد، تعال شو اسمك اول شيء نتعرف عليك؟ خليفه فهد مبارك العجلان. خليفه ايش اخبارك؟ ايش سويت؟ شفت كيف شفت الجو عندك في المدرسه هنا؟ والله الحمد لله الطلاب مستانسين، وتخرجنا على الاعدادي ان شاء الله رايحين الثانويه، والحمد لله، وان شاء الله بعد نشوف الاستاذ او ان شاء الله بعد المدير ان شاء الله. وكيف شفت الحين، ما شفت انت ربعك لما جايين معك في سادس الحين جاوا معك اول اعدادي، وكيف شفت الحين لقاء مع المدرسين اللي كانوا موجودين والمسابقات اللي سواها؟ والله ربعي في بعد منهم هني شويه، والمسابقات وايد حلوه وفيها ضحك وفيها وناسه. يعني بالنسبه حق اعدادي بعد حق اول يوم عندنا في وناسه والحمد لله. طيب
الله يوفقك ان شاء الله وشد حيلك ان شاء الله في السنه الجايه. الله يعطيك العافيه. مثل ما شفنا حصه وخلود، نرجع بعد حق ضيفنا السيد محمد اللي بيخبرنا بعد عن مثل ما شفنا الحين قبل شوي حضرنا من الطلاب، يعني استانسوا حتى في المسابقات اللي سوتوها، الاشياء الترحيبيه، حتى يعني الطلاب نفسهم يقولوا احنا مستانسين، المدرسين كانوا موجودين من البدايه وانهم جاوا رحبوا فينا، يعني سوونا شيء يمكن ما كنا نتوقع. يعني طبعا هذا الحضور اليوم او الحضور الان اللي يشاهدون الاخوه المشاهدين هم فقط المستوى السابع، اما المستوى الثامن والتاسع شغالين في المدرسه. المدرسة دائما احنا نحبها تكون بيئة جاذبة، بيئة حلوة للطالب، انا احب استقبالهم اليوم الاول بالطريقة هذه تفتح نفسيتهم لهذه. البرامج هذه المتنوعة احنا نعملها على مدى العام، يعني في فترات مختلفة، يعني مش انه مثلا اول السنة لا، تقدرون تغطون في اي وقت تجون وتشوفون ان شاء الله بتحصلونهم. نحتفل بجميع المناسبات الدينية، المناسبات الوطنية، أي مناسبات عالمية، اليوم السكر، يوم الأب، يوم الأم، هذه كلها ترى مشملة وموجودة من ضمن خطتنا في مراحل مجمع عمر الخطاب. إن شاء الله. الله يعطيكم العافية السيد محمد عبد الله المراغي، مدير صاحب ترخيص ومدير مجمع عمر الخطاب، بيض الله وجيكم، وإن شاء الله عام انطلاقة الدراسة إن شاء الله، والله يوفقكم جميعا. آمين يا رب العالمين. طبعا الشكر موصول لقناة الريان وجميع القائمين عليها، بيض الله وجهكم صراحة، يعني تنقلون لنا الأخبار المحلية الاجتماعية، أي مناسبات تخصنا موجودة. شكر فرصة أني أنا أشكر فيها، طبعا أنا أقول لولا قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها لما وصلنا له إلى ما وصلنا له في التعليم، مباني مجهزة بأحدث الوسائل، مباني جديدة، يعني مدرسين كفاءة. أنا أعتقد يعني لولا نظرة قيادتنا لموضوع التعليم وأهميته لما وصلنا إليه. كلمات سريعة، أنا عارف أن الوقت يداركنا، رسالة لكل معلم أقول لهم، ثرى كل ولي أمر أو كل الأسر هدت أغلى ما عندهم اللي هم أبنائهم، فهالله هالله فيهم يا معلمين. عيالنا ثرى المدرسين أبهاتكم، استفيدوا من كل كلمة، من كل درس، من كل معلومة يوصلها لك. رسالة أخيرة ورجاء خاص خاص من جميع أولياء الأمور، تكاتفكم معانا ترى هو اللي ينجح عيالنا، احنا بنفسنا ما نسوي شيء، يد واحده ما تصفق، لولا وقفتكم انتم معانا يد بيدكم، انا اعتقد هذا بيصب في مصلحه عيالنا ومن ثم حق وطننا الغالي قطر. اسال الله ان يوفقنا ويوفقكم، يسدد خطانا لك الخير ان شاء الله. وياك ان شاء الله، وهذه رساله ان شاء الله ومنا بعد نوجهها لاولياء الامور وحتى للطلاب، انه يبذلون جهدهم قصارى جهدهم، التوفيق ان شاء الله لما في خير ومنفعة لها البلاد. مشكور لك السيد محمد عبد الله المراغي صاحب ترخيص ومدير مجمع عمر الخطاب، مدير مجمع عمر الخطاب. هذا اللي عندنا حصة وخلود. أتمنى الحين وصلنا بداية اليوم الدراسي بمدرسة عمر الخطاب الإعدادية للبنين. أرجعكم للاستديو. عبد الرحمن يعطيك العافية على هذا النقل المشجع، واللي يعني صراحة يعني مبشر إن شاء الله بكل خير ويعطيهم على قد نيتهم، وفي نفس الوقت يعني جميل هذا الاحتضان لأول يوم يعني دراسي لطلابنا، وجميل ما ذكر من جميع يعني ما استضفت. مشاهدينا الحين نروح لزميلتي خلود وفقرة أشغال يدوية مع خديجة الصايغ. مشاهدينا وصلنا لفقرة أشغال يدوية مع خديجة الصايغ، اليوم بنتكلم عن غرض تحب السيدات وما تخلى منه الحفلات والمناسبات. يا هلا. أهلين حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله يسلمك. الحمد لله. وش بنسوي اليوم؟ اليوم راح نسوي حامل الكيك أو الكب كيك حق المناسبات، إذا بتقدمين بطريقة حلوة الموالح أو الحلويات. نبدأ؟ أيوة. الأدوات؟ طبعا الأدوات راح نختار الجلاد، أي جلاد عندنا في البيت، طبعا 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 يكون ملون على حسب أنت اللي تحبينه. عندنا العلب الألمنيوم، مقص ومتر أو قاطع، وأدوات للزينة. طبعا أهم قطعة في الحامل الكيك اللي هي قطعة الكرتونة. الكرتونة هي موجودة في المحلات في أي محل، بس إذا أنت ما كان عندك يعني مش موجودة أو ما قدرتي تحصلينها، تقدرين تجيبين الكرتونة العادية وتحطين عليها الشكل اللي تبينه، إذا دائرة تستخدمين الصحن ونعلم عليها ونسويها. هي نفسها اللي يوم ناخذ الكيكة أصلا نشتريها تكون نفسها في محلات الكيك، يعني نفسها نقدر نغسلها ونرد نستعملها نجلدها وكذا. أيوة. حلو. طبعا الحين احنا راح نجلد، اذا ما اخترنا احمر واصفر اليوم. ايوه اجلد معك. ايوه راح اعطيك قطعه تجلدينها. طبعا انا ما قست على
أخذت القياس، قياس الدائرة شلون، بس عشان ما إذا يعني حددتها يمكن تطلع لي صغيرة، فعشان شي أنا أخذت شوي أكبر وعقب نحددها. أيوة، فحط القطعة. بما أن اليوم أول يوم مدارس فنذكرهم بالتجليد، تجليد الكتب طبعا، كتب والدفاتر طبعا تكون مرتبة مثل ما نشوف شيء. أعطيك المقص. إذا ثنيتها بيطلع شكلها مش مرتب، ولا توقعين إنه مع الغسيل تحمي الكرتونة من الماء؟ إي لا، هو يصير إنه أنا جلتها بس يمكن تطلع لي زوائد والجلاد يقوم مرة ثانية. أها، فأفضل إن إحنا نقص زيادة. أيوة، هي المقص ولا الشفرة؟ أيوة طبعاً راح نشوف. ألوان الجلات تختلف يعني مثلاً على حسب المناسبة، يعني لون الكب كيك مثلاً اللي بسويه. إيه يعني أنت بتختارين مثلاً حق مناسبة عيونك الأهل، تبين طلعين لهم شيء حلو يعني. أقدر أجلد أكثر من مرة يعني؟ إيه تستخدمين أكثر من مرة، مرتين. لا، حتى لون الجلاد نفسه مثلاً أقدر أغير اللون عقب؟ إيه بس ساعات يطلع لك يعني شوية شوائب إن الجلاد خفيف. يعني يبين نحن إذا عندنا جلاد طبعاً. الحين بنجلد العلب الألمنيوم. أعطيك الجلاد. هالعلب المعلبات العادية. أيوة. نغسلهم. أيوة، ونشل الغطاء عنهم. طبعاً في بعض الناس يمكن ما يبون يجلدون، ممكن يبون يستخدمون رش الألوان. فنقدر ما يأثر على الأكل؟ لا، مش أنت رش الألوان العادي بتحطينه لمدة ساعتين ثلاث يعني عادي. أنا ما أستخدمه على طول. أيوة، لا مش نستخدم الحامل سيدة، لا يعني يبي له وقت إنك تستخدمه. على الأقل يعني يوم. يوم. نفس ما قلنا نقدر نستعمله أكثر من مرة طبعاً، ونقدر نخلي بس إحنا اللي إحنا مسويينه ثلاث. أي نقدر نسوي اثنين ونقدر نسوي ثلاثة. في أشكال ثانية؟ أي تقدرين تسوي مثلاً على شكل النجمة أو شكل المربع اللي أنت حابتها يعني. طبعاً أنا ثنيت الزوايد. هذه من يصير نقصها اذا حابين يعني، اذا انت حابه تقصينها. اذا ما ضبط عادي قصانه. اي عادي. تدرين حلو ان الاشياء يعني كلها موجوده عندنا في البيت، بس احنا ما فكرنا ان احنا نسوي شيء فيها. لا احنا بس احلى شيء فينا يعني تشوفين ان إذا قدمتي تقولين إن هاي أنت اللي صدق هاي شغل يدي، أنا اللي مسوي الكيك وأنا اللي مسوي الستاند بعد. طبعا مثل ما نشوف هاي تكون القطعة اللي تحت، وهاي القطعة اللي بتكون فوقها. طبعا ألزقها الحين. لازم الشمع هذه المسدس الشمعي؟ إيه لأنه هو يعني أقوى واحد في حال أنه مثلا ما عندها تقدر تستغم، المهم يكون صامغ قوي أهم شيء يعني. طبعا راح أحط الزينة. العلبتين المعدنيات ممكن يكون نفس السايز أو لازم يكونوا مختلفين؟ لا، أنا لاحظت في الستاند اللي عندنا هنا حق الموالح نفس السايز. لا هو تقدرين نفس السايز اذا انت كانت عندك سايز واحد عادي. طبعا في النهايه اللي موجود تقدرين تستخدمينه هو. ايوه.
التزيين ممكن هاي تور. أنا ماخذش أيوة تور. ممكن شرايط نفس ما نشوف ال. أو كروشيه، عندك قطعة كروشيه قديمة تقصينها. هالشغلات نحصلها يا في المكتبة أو في الأغلب في محلات الخياطة صح؟ أيوة. طبعاً نحاسب على الصمغ لأنه يكون حار، ما نبي حوادث. في بعد ممكن مثلاً خلينا نقول قطعة شيء مثلاً نفس هالأشياء حق الزينة إن تكون بعد موجودة عندنا في البيت، إن خلصنا نستخدم كل شيء موجود عندنا في البيت. إيه كل شيء. إنه مثلاً شيء نبدأ لا ينقط. هو يكون موجود عندك أهم شيء. طبعاً أنا راح أقص هذه. فقرتنا حفاظ للبيئة بعد. أيوة. سوري. بس أقصها. راح ألزقها هني. طبعاً أنتوا في البيت راح يكون عندكم بالتدريب بال يعني ترتيب وأحسن يعني من هاي. على حسب انت اختيارك تبين شنو تحطين. طبعا الحين راح الزق حدد الزوايا. ايوه الطبقه الثانيه تشوفين حطينا الطبقه الثانيه هاي الثالثه. ايوه طبعا هاي بيكون الشكل النهائي. ممكن نحط بعد الزينة على اللي فوق تطلع لك بهالشكل. يعطيك الف عافية. الله يعافيك حبيبتي. وصلنا لنهاية حلقة الصباح رباح اليوم على امل على امنيات. نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله وعسى تحقق كل احلامكم. ونتمنى لطلابنا عام دراسي جميل ان شاء الله ونبدا بجد واجتهاد ونشوفكم على خير. مشاهدينا تابعونا باكر بنتكلم ان شاء الله عن الاستخدام العشوائي للادويه وبتكون معانا فقره خفايف خاصه بطعام الطلاب. في امان الله نشوفكم ان شاء الله على خير.